بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 19 من شهر توت المبارك، اليوم الثالث من أيام عيد الصليب المجيد، تذكار إصعاد القديس غريغوريوس الأرماني من الجب. تحتفل الكنيسة اليوم باليوم الثالث والأخير من أعياد من أيام عيد الصليب المجيد، ويصلى بالطقس الشعنيني والفريح. وفي هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار إصعاد القديس غريغوريوس الأرماني من الجب، وقد ولد هذا القديس من سلالة ملكية في أرمينيا، ومات والده مقتولا، فبقي غريغوريوس مع أخيه، وهربت بهما مربيتهما إلى قيصرية الكبادوك، حيث أقامت بتربيتهما في حياة التقوى والقداسة. وكان غريغوريوس يتحلى بالفضائل مع نبوغه في العلم والفلسفة، ثم خدم في بلاط ابن الملك تريداتا، وفي أحد الأيام أمره الملك أن يقدم ذبيحة للأوثان، فأخبره غريغوريوس بأنه مسيحي، فغضب الملك وأمر بتعذيبه، وكان الرب يخلصه ويشفيه، وأخيرا أمر الملك بإلقائه في جب عميق ليموت فيه جوعا وعطشا، فحفظه الله في الجب وأعد له سيدة عجوزا أبصرت في رؤيا من يقول لها اصنعي خبزا وألقيه في هذا الجب، فكانت تفعل ذلك لمدة 14 سنة عاما. مرض الملك مرضا شديدا، فظهر ملاك الرب لأخته وأعلمها أن أخاها لن يبرأ ما لم يصعد غريغوريوس من الجب. وفي الصباح أخبرت رجال الدولة بما رأى، فقالوا فألقوا حبلا ليرفعوه دانيال الجديد من الجب حيا، فاستقبلته الجماهير باحتفال عظيم، وطلبت منه أخت الملك أن يصفح عن أخيها ويصلي من أجل شفائه، فاستجاب له الرب وشفى الملك مع ترك علامة بجسده لتذكره بماضيه الأثيم. أما بقية جهاده ونياحته فمذكوران تحت اليوم الخامس عشر من شهر كياب. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.